أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. لتقريب الناشئة أكثر من أهمية الشجرة التي تحتل مكانة عظيمة منذ الأزل، فالشجرة صديق للإنسان، فهي الظل والغذاء والدواء والخضرة والجمال. فما أجدرنا برعاية الأشجار والدعوة إلى زراعتها والمشاركة في إنجاح مثل هذه المبادرات السامية. 64 هكتار غادي نغرسوا فيه ميونيه 56 ألف شجرة، ولكن اليوم غادي نغرسوا غير 10 ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك في إطار مؤتمر الأطراف أو ما يعرف بلا كوفان دولا لا كونفرنس دي بارتي، ارتأت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باش ترفع واحد الرهان، وهو أنه تغرس مليون شجرة على الصعيد الوطني. دابا لحد الآن لو ريكور اللي كاين دابا هو 750 ألف شجرة. حنايا إن شاء الله على الصعيد الوطني غادي نحاولوا نغرسوا في هذا النهار لو 12 نوفمبر من 2016 مليون شجرة. بالنسبة للإقليم الجديدة، الحصة ديالنا هي أنه خصنا نغرسوا 10 ألف شجرة في محيط بير جديد. أنواع الأشجار اللي غادي نغرسوا هي اللوكاليبتوس غونفوسيفالا. المساحة الإجمالية ديال المحيط هي 64 هكتار، مي اليوم غادي نغرسوا ما يناهز 12 هكتار، يعني ما يعادل. اسم جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ إحسان، جينا هذه الغابة اللي تتواجد على بعد تنين الشوكة باش نشاركوا في هذه المبادرة التي تنظمتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. كيف تشوفوا راه الوداد ديالنا تيعيشوا أجواء فريدة اللي كانت الهدف منها هو نوري لهم أهمية غرس الأشجار وأهمية ديالها في المحافظة على البيئة. إذا تحت الرئاسة السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، نظمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مبادرة غرس مليون شجرة تحت الشعار نغرس شجرة في منطقتي باش ننمي غابة بلادي. وبهذه المناسبة أبت مؤسس إحسان إلا أن تقوم بخرجة إلى عين المكان لتشارك في إنجاح هذه المبادرة السامية وتحقق الأهداف المنشودة منها. مشروع غرس مليون شجرة في المغرب وبالضبط في منطقة الجديدة 10 آلاف شجرة. احنا هنا بمساهمة من جمعية أباء وأولياء تلاميذ إحسان كنساهموا في هذا المشروع باش نزيدوا في التنميه ديال البيئه. اليوم جينا لتني الشوكه باش نزرعوا 10 آلاف شجره، فكانت البادره طيبه وزوينه.